اعتقد انه الجزء ده من مشوار حسين حجازي يستحق ان الناس تقف عنده شويه. حسين حجازي يمكن ما كملش مع فولام. رجع تاني دولوتش هاملت بالظبط. رجع ليه دولوتش هاملت؟ انه رئيس نادي دولوتش هاملت راح له قال له على فكره هنا بدا يبقى في قانون، ما ينفعش تلعب مع فريق في الدرجه الاحترافيه وفريق هواه. لازم تختار. شوف حطوا قانون من امتى؟ من امتى؟ احنا لسه بنقول حتى المدربين اتغيروا، قال له لا انت تلعب في درجه واحده يعني. بالظبط، ففي الوقت ده قال له انت لازم تلعب في درجه واحده. اختار انك تلعب يا مع دولوتش هاملت يا مع فولام. هو بعاطفه المصريين اختار انه يرجع دولوتش هاملت، شاف ان الناس قدرته ومهتمين يعني بيه. يعني انا بدات هنا فانا ارجع اكمل في دولوتش هاملت. فرجع اكمل هنا. ورجع اكمل في دولوتش هاملت وفوت فرصه انه يكمل في الدرجه الاحترافيه في هذا التوقيت يعني. الموقف ده برضو يعني يسجل في التاريخ شويه.